يا كنيا. خيرك يا طيب. انقضيت. لا بس عليك بيبي، غير حط حط غير قحمز 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 بحتى يرتاح قبل. انقضيتك. اي ايش تسوى عليك للدرجه هذه؟ ما لو كنت انت. استني شويه استني شويه. بسم الله بسم الله بسم الله عليك، خيرك اللطف. حول الله. مشيت للمزرعة أنا والحاج حافظ والأستاذ محمد الربيعي ومعنا الحاج نوري وتيسير وصديقنا البوندي. مشيت هذيك للمزرعة، قلنا خلي نقضوا فيها وقت طيب هذيك ونضيعوا شوية وقت. تباهي باه اللي مشيتوا يعني وجيتوا قبل موعد الحضر، مليح. لكن الحمد لله الأرض الباهية كويسة راهو، واللي يهتم بالأرض الأرض تعطيه وتزيد من خيرها وخير من كنوز الدنيا واللي فيها. يا راجل أنت راهو راجل فنان وتدرس في الكلية وخدمتك فنان، يعني كلك شني مشاعر فياضة وأحاسيس، كيف تمشي عاد أنت للزرعة؟ الله غالب الله غالب الله غالب. انت تعرفي بان الفن في بلادنا الله غالب عليه في ظروف استثنائيه، وتعرفي بان الله غالب علينا ما عندنا ما نديره، وبعدين صناعه السينما ما عندناش عليها لانها صناعه استراتيجيه، وبعدين المسرح الله غالب عليه. ايه المسرح يا ناري عليه حق معطل ومسكر، وكل هذوك الناس كل واحد تشرتع، وكل الفرق يا حلنا المسرحية كلها شنو تسكرت. الفرق المسرحية مسكرة وحولوهم إلى دكاكين يبيعوا فيهم في الهمبورغة وبيعوا فيهم في الدخان. ومسكوهم ناس ليس لهم علاقة بالمسؤولية، وفرقة المسرح الوطنية وينه؟ ملزوزين قاعدين في الشارع. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع بهي، علاش ما تكلموش الكشاف يرجعوا لهم المسرح؟ الكشاف يبي الإيجارات المتراكمة عليه، واللي مفروض الدولة تخلص هذه الإيجارات للكشاف. الدولة بالله وين هالدولة؟ هي لا هي بيك ولا بالتانيين، انت بالله شنو تقول؟ باهي خلاص مالا الله غالب علينا. اسمع ولد اختي كريم. كريم ولد اختي، عرفته ولد اختي خديجه. اسمع جاب لك الهوا هذا النص وانا كنت نقرا فيه، يا سلام عليه، وقال لك راه اسمع لمده يومين تقرا وترد علي. ايوه باه اقرا. الله ما شاء الله ما شاء الله، هذا ولد اختي كريم. ايه هو شنو علاقته بالفن؟ تي تي هو شنو علاقته بالفن؟ هو مهندس زراعي مختص بالتربة والمية، شنو علاقته بالإبداع؟ الحمد لله رب العالمين، ربي أعطاه وفكر بدماغه وفتح شركة إنتاج في كل مكان، عنده حتى فروع. عنده فروع؟ إيه. يا ملا منين جاب الفلوس؟ يا مصرف وإلا طايح في بير بترول؟ شنو هالكلام اللي تقول فيه توا يا طيب؟ وخير يعني فكر دماغه كويس، ممكن باع أرض هيك من لي ولا متاع جدودة، يعني تصرف الولد، راهو شبابنا الله واحد عليهم لما يفكروا صح. لما يفكروا صح. إيه باهي باهي. وشنو فيه السيناريو؟ وشنو قالك؟ سيناريو إيه؟ هو أني هيك حسب ما من بكري كنت نقرا فيه. إيه؟ يعني قصة هيك واحد راجل، يعني هو بدايته كان فقير باهي، وبعدين هيك يخشك يعني بعد التغيير، يعني بعد التغيير الراجل هذا الفقير اصبح عنده طموح واصبح عنده خيال، خشك في جو بتاع الانتخابات والمسؤول، يعني في الاخر باختصار يعني حسب ما انا فهمت هيك بدماغي انه هو يعني زي ما تقول ولا راجل مسؤول. اي مسؤول في الدولة، مسؤول يعني دار بحاجة، تعرف انت الواحد لما يكون عنده استعداد. ما تشبه لي شك يا طيب، والله كريم ولد اختي ما شاء الله عليه الحق. مع احترامي للحرامي، لا حول ولا قوة الا بالله، مع احترامي للحرامي صاحب المسجد العصامي،
وشنو قالك تاني يا حبيبي؟ لا ما قال لي شيء، قال لي هم هو يقرا لي النص هذا ويجاوبني ويقول لي عليه. ايوه هو هذا. لا قال لك راهو اسمع حاجه تانية، رد بالك يعني هو مكتوب راهو ما فيش اي ملاحظه، تقراه وترد عليه بالموافقه والا لابس. لا السيناريو فيها مغالطات هلبه، كيف واحد فقير يولي مليونير بين يوم وليله ويجلس على كرسي السلطه بينما البسطاء والمساكين يموتوا في الساحات، ها؟ باش هو يلعب بالمليارات. اسمع تو انت لما تقرا السيناريو كله تو تلقى مكتوب ملاحظه فيها ان هو زي ما هو سيناريو ما يتغيرش فيه ولا حرف. يعني مصر بان الفقير يصبح مليونير بين يوم وليله؟ والله هذا رأي، هذا فكر كاتب. لا 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 هذا فيلم هندي معناه. خير السينما الهندية والله يا طيب، أنا حشيشتي نتفرج على الأفلام الهندية خص لما يديروا دقة الاستعراضات والغناء. بصراحة ما عندك ما تقول عادي. السينما هذه زي الكتاب ترصد وتوثق حياة الشعوب. نعم، والسينما فانتازيا وصورة وخيال. ايه. وأيضا اقتصاد للبلاد. ما هي مالا خليك في الخيال وخليني نمشي ندير دوش انا غادي كايا. لكن يا ودي تعال هنا، هو الراجل هذا بيفددني. يا اما دوش، يا اما يغسل طول النهار في ايديه، يا اما شنو؟ النوم 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 النوم. خلاص يا ماما، مالا قبل ما نمشي خلي بقول لك المثل هذا وانت كارك فرحه كملي عقابها. باهي باهي غرب شوي عليك، انت قاعد دهش بشوي عليك باش نستوعب انا المثل. باهي يلا هاي هاي، كلي اذان صاغيه. اضرب من جارك اضرب من جارك نهيك لبولها عباتي دي باريميكي جمنا هرديكي جمني جمنا. اكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهكي تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.